draw together our professional training departments, explaining our focus on more advanced technology and advanced on this equipment professionals for students, expressing members, young students. Thank you very much, Your Excellencies, and welcome to this incredible conference. Change is inevitable. We certainly see it in the financial and economic markets. We see it in global forum, and certainly in diplomacy, change will be a very active factor. The most important thing, perhaps, is your agility and adaptability to that change. And also because they are looking for really a good sources. So I think for a diplomat, this is a huge challenge, and we have this challenge. And the other thing is what Minister said is about the tree is maybe not in the top of the relevant of countries, but something happened. Like today, you can say that in the Arctic. And then, for example, we could imagine also the future on the debate on the environment, climate change. There is, of course, the IPCC, the international. The other remark also is that a forum like this is very important for a place like the Harvard Diplomatic Academy. It is because it is a major platform of ideas and interactions. And networking and being able also to expand really the power of the brand, to make connections, friendship. Our role, not only economically, but I would say beyond that, as a model, etc. المؤتمر طبعا اليوم اللي تقيمه الأكاديمية الدبلوماسية أكاديمية الإمارات الدبلوماسية برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد أعتقد أنه مؤتمر جدا مهم وتعزيز ايضا لدور الاكاديميه اسسها الشيخ عبد الله من واقع اهميه ان يكون عندنا اليه لتدريب الدبلوماسي الاماراتي وان هذه الاليه تكون على مستوى عالمي وانا اعتقد الاكاديميه قائمه بهذا الدور ومن ضمن ايضا تصور في وضع الاكاديميه ان ما تقدر انت تكون بس اكاديميه تعليميه من المهم ايضا ان تكون ايضا انت مصدر ل التواصل ومصدر للإشعاع وللمعرفة ومن هذا الواقع المؤتمر هذا الأولي وحضور متميز ممتاز يعني ويتطرق إلى مواضيع مهمة في الدبلوماسية الحديثة من ناحية ثانية طبعا فيما يتعلق بكون أبو ظبي مركز للدبلوماسية أنا أعتقد أن هذا من واقع قيادتنا الرشيدة وصلاتها اللي بنتها عبر السنوات من الثقة ومن الشفافية ومن هذا المنطلق أصبحت يعني أبو ظبي محطة رئيسية للعديد من الملفات والعديد من الصلات ويدرك كل زائر أن سيستمع إلى نصيحة صادقة وإلى رأي يعني عاقل وهذا بالضرورة يعني يخلي موقع الإمارات مهم الشيء الآخر واللي تحدثت فيه أيضا اليوم أن نحن ونحن نحتفل بمئوية الشيخ زايد الله يرحمه نرى أن العديد من القيم اللي أسس بها دولة الإمارات تنعكس إيجابا أولا على التجربة التنموية للإمارات اللي لها أيضا مثل ما قلت يعني تأثير في علاقاتنا الخارجية وتنعكس إيجابا أيضا كيف ندير علاقاتنا من خلال الاحترام من خلال المساندة والدعم وأن نكون يعني صديق مخلص للدول التي تصادقنا وأن نكون أيضا أحد المحاور المهمة في العديد من الملفات اليوم اللي مش بالضرورة سياسية سواء مثلا في مواضيع اقتصادية أو مواضيع تتعلق بالطاقة الدبلوماسية اليوم علم وفن وتواصل وأردت أنا أيضا من كلمتي أن أحط بعض الملاحظات العملية اللي أنا أشوفها يعني.